حياكم الله مشاهدينا، راح أخذكم لأبرز الأخبار السريعة بفقرة جود نيوز، ورح نبدأها مع أول خبر. انطلقت في العاصمة العراقية بغداد أعمال معرض سوق السفر العراقي بنسخته الثالثة بإشراف ورعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة العراقية وهيئة سياحة إقليم كردستان والعراق. وانطلق المعرض الذي تستمر فعاليته على مدار يومين بمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة مع شركات طيران وشركات سفر وسياحة وفنادق وأنظمة منصة وحجوزات سياحية من مختلف المحافظات العراقية وإقليم كردستان. ويشارك في المعرض أيضا عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وخبراء وأكاديميين ومديري شركات. ننتقل إلى خبرنا الثاني. انطلقت في مدينة الموصل شمال العاصمة العراقية بغداد فعاليات مهرجان الربيع بنسخته 37 العام الثاني على التوالي بعد توقفه من العام 2003، وشهد المهرجان حضور جماهيري كبير فيما حضره من الجانب الحكومي ممثل رئيس الجمهورية كامل الدليمي ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل وعدد من مسؤولي المحافظة. الفعاليات انطلقت في ساحة الاحتفالات بأيسر الموصل واستمرت يومين بدءا من مهرجان الربيع ثم مساء الحفل الفني لنقابة الفنانين. ننتقل إلى خبرنا الثالث. توقعت بيانات صندوق النقد الدولي أن يحتل العراق المرتبة الرابعة بأعلى الاقتصادات العربية نمواً خلال العام 2025، ورجح الصندوق في تقريره استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2% في السنوات 2024 و2025، كما يتوقع أن تكون السعودية من بين الدول العربية التي تشهد نمواً إيجابياً خلال تلك الفترة. ومع توقعات الزيادة في النمو الاقتصادي يعكس تقرير النقد الدولي التفاؤل بالاقتصادات العربية والعالمية عموما، وأن السعودية قد تكون في مقدمة الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي في الأعوام المقبلة. ننتقل إلى آخر خبر. على طريقة بلاد الرافدين وفلسطين انطلقت على أرض بابل فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية الدورة 11 بمشاركة عربية وأجنبية وفعاليات متنوعة. وقال رئيس المهرجان أن هذه الدورة مميزة احتفاء بالثقافة الفلسطينية وأن والفن الرصيد، وهو أمر ينبغي أن يشار إليه، مبينا أن الأيام المقبلة ستشهد حضورا كبيرا واحتفاء كبيرا بكل الثقافات العراقية. ولفت إلى أن اليوم الأخير من المهرجان سيكون مخصصا للثقافة الكردية، وبحضور المدعوين من دول العالم نشهد هذا النجاح وهذا الحضور وهذا الألق العراقي. مشاهدينا، هذه كانت أبرز أخبارنا لهذا اليوم، شكرا لكم.